صباح الخير عليكم نهاركم مبروك مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم معنا اذا اليوم ان شاء الله راح يكون شباب شباب تقريبا كل المدن الشماليه هذا دليل مشاهدينا الكرام دائما امتداد مرتفع جوي بحوض البحر المتوسط فعليه بعد انقشاع نقول بعد انقشاع سحب سفلى كثيفه مرتقبه بالمدن الساحليه راح تنقشع هذه السحب والاجواء تميل للصفاء ان شاء الله بجميع المدن الشماليه حتى بالنسبه للجنوب الجزائري رغم عبور بعض السحوب ببرج برجي مختار بعين بي حتى بجانات هذه السحب ستنقشع ان شاء الله والاجواء ay dun binisba liak أقصى جنوب الجزائري درجة الحر القصوى تبقى في استقرار شمالا وتبقى حتى بالنسبة للجنوب راح ترتفع قليلا هذا بالنسبة لعنا بالقالة حتى بالنسبة لتبسة وخنشلة مع مقاييس ما بين 39 درجة و 40 درجة نمر إلى الجنوب مقاييس ما بين 39 درجة و 45 درجة ستسجل بأضرار بتيميم موربيرك قال بعين صلاح حتى بعين لا ميناس هذا بالنسبة للجنوب الشرقي إن شاء الله. يلا نطوي هذه النشره الجويه نقول بالمعلومات خاصة للملاحه والصيد البحري اذا اليوم ان شاء الله راح يتموج تموج تموج اعتقد من طول الشريط الساحلي هذا رجع الى هبوب نسيم البحر نسيم البحر اعتقد من طول الشريط الساحلي تموج بدون شك فيه تنوع بين رايه برتقاليه ورايه حمراء هذا في المساء ان شاء الله اما الرؤيه بالنسبه لاخوان الصيادين ومستعملين الملاحه والصيد البحري الرؤيه راح تكون جيده ان شاء الله يلا نطلع النشرة الجوية كالمعتاد بالمعلومات الفلكية التوقيت يناسب العاصمة ولوحية إلى هنا مشاهدين الكرام نأتي ويكم إلى نهاية النشرة بقوا معنا أوقات ممتعة مع بقية البرامج وإلى اللقاء